أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد الليثي اخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان انه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان. قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضا ثم قال والله لاحدثنكم حديثا لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاه إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وحدثناه أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة، حا، وحدثنا زهير بن حرب وأبو كُريب قالا: حدثنا وكيع، حا، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة، فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران انه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها". قال عروة: "الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون". حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد، قال عبد: حدثني أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي، قالا: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي: عن زيد بن اسلم عن حمران مولى عثمان قال اتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضا ثم قال ان ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث لا ادري ما هي الا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مثل وضوئي هذا ثم قال من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وأبي بكر. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي النضر، عن أبي أنس. أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وزاد قتيبة في روايته: قال سفيان: قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر، عن جامع بن شداد أبي صخرة، قال: سمعت حمران بن أبان، قال: كنت أضع لعثمان طهوره، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر اراها العصر فقال ما ادري احدثكم بشيء او اسكت فقلنا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله ورسوله اعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا، حدثنا محمد بن جعفر، قالا جميعا، حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد، قال: سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر، أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ، وليس في حديث غندر في إمارة بشر، ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب قال: واخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه، عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، ثم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه، أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه، أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما: عن حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن اسماعيل، قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن. ما لم تغش الكبائر حدثني نصر بن علي الجهضمي اخبرنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن حدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي قال: أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر". حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حا وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه قال فقلت ما اجود هذا فاذا قائل بين يدي يقول التي قبلها اجود فنظرت فاذا عمر قال اني قد رايتك جئت انفا قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبه بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير انه قال من توضا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حدثني محمد بن الصباح، حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له توضا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا باناء فاكفا منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال. عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثه ولم يقل من كف واحده وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه وغسل رجليه حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم وقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهز أم لا علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أم لا علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين حدثنا هارون بن معروف حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما، قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نمير، جميعاً عن ابن عيينة، قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن ابن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد، قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص. فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للاعقاب من النار. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب اخبرني حيوة اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ابا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه انه دخل على عائشه فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمه بن عمار حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني او حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة، فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلامة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا فليح، حدثني نعيم بن عبد الله، عن سالم مولى شداد بن الهادي قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها، فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا، وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وليس في حديث شعبة اسبغ الوضوء وفي حديثه عن ابي يحيى الاعرج حدثنا شيبان بن فروخ وابو كامل الجحدري جميعا عن ابي عوانه قال ابو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المخزومي، عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا محمد بن المنكدر، عن حمران، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. حتى تخرج من تحت أظفاره حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي: حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعًا عن مروان الفزاري. قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضًا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولانيته اكثر من عدد النجوم واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله اتعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لاحد غيركم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء وليصدن عني طائفه منكم فلا يصلون فاقول يا رب هؤلاء من اصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما احدثوا بعدك وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لابعد من ايله من عدن والذي نفسي بيده اني لاذود عنه الرجال كما يذود الرجل الابل الغريبه عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وددت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا: كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة، بين ظهري خيل دُهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي؟ كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك: فليذادن رجال عن حوضي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر. قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل: اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن حدثنا مالك: حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة: قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن غيلان، وهو ابن جرير المعولي. عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن حصين، عن أبي وائل عن حذيفة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشو صفاه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور وحصين والاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا اسماعيل بن مسلم حدثنا ابو المتوكل ان ابن عباس حدثه انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه في ال عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس او خمس من الفطره الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الإبط وقص الشارب. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، الاختتان والاستحداد، وقص الشارب وتقليم الأظفار. ونتف الابط حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال قال انس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من اربعين ليله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحى وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحيه حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احف الشوارب واوف اللحى حدثني ابو بكر بن اسحاق اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كُريب: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه. عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، حا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءه قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبله لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءه فقال اجل انه نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او يستقبل القبله ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عباده حدثنا زكرياء بن اسحاق حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع، عن ابي صالح، عن ابي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبله ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي حفصه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبله حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الأشعث، عن أبيه عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمّن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر، قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل: اخبرني العلاء عن ابيه، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند السدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وغندر عن شعبة، حا، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير حدثنا إسماعيل يعني بن علية حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته، فآتيه بالماء فيتغسل به. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو كريب، جميعًا عن أبي معاوية، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن من قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي: أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق، عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، عن أبي وائل: قال: كان أبو موسى يشدد في البول، ويبول في قارورة ويقول: ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفه لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رايتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حا، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين، وفي رواية ابن رمح: مكان حين حتى. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال: فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم مسح على الخفين وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيره بن شعبه قال بينا انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس، قال اسحاق اخبرنا عيسى حدثنا الاعمش عن مسلم، عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة. فصببت عليه فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما، ومسح رأسه ومسح على خفيه، ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكرياء عن عامر، قال: اخبرني عروه بن المغيره عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في مسير فقال لي امعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوه فغسل وجهه وعليه جبه من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه: أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ومسح على خفيه، فقال له: فقال: إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا حميد الطويل. حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهره، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة، والقى الجبه على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامه وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاه يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعه فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاوما اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن ابيه، عن بكر عن الحسن، عن ابن المغيره عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمى عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيره بن شعبه عن ابيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه وعلى الخفين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشه اسالها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه وحدثنا إسحاق أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كُريب وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كُريب، حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حا وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريره انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حا وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة حا وحدثني ابو كريب حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة حا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا الحلواني وابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها. ولم يقل واحد منهم ثلاثة، إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث. وحدثني علي بن حجر السعدي: حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنه في التراب وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، حا، وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه". وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعًا عن ابن وهب، قال هارون: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولاه هشام بن زهرة تحدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيًا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حا وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعاً عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها. فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، وهو عم إسحاق، قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قالا: حدثنا عبد الله بن نُمير، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم ويحنكهم، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الاسناد مثل حديث ابن نمير حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم ياكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ ان ياكل الطعام. قال عبيد الله: اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر. عن ابراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن أبي عروبة جميعاً عن أبي معشر، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن مغيرة، حا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، حا، وحدثني ابن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة، كل هؤلاء عن ابراهيم عن الأسود، عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم، عن همام عن عائشة، بنحو حديثهم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سالت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله ام يغسل الثوب فقال اخبرتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حا، وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة، كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد، أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد، ففي حديثهما قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقده، عن عبد الله بن شهاب الخولاني. قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حا وحدثني أبو الطاهر: أخبرني ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. حدثنيه احمد بن يوسف الازدي، حدثنا معل بن اسد، حدثنا عبد الواحد عن سليمان الاعمش بهذا الاسناد، غير انه قال: وكان الاخر لا يستنزه عن البول او من البول